إني أديت الحج أنا وزوجتي فوكلت والدي لأني سائق السيارة وحبستني الزحمة يوم العيد الأول إلى الساعة 12 مساء منتصف الليل. أما زوجتي فقد وكلت للجميع فقد وكلت لرمي الجمرات، وعذرها أن معها طفل صغير وكانت خيمتنا بعيدة عن الجمرات، فما الحكم؟ لا بأس، وكلت زوجك من يرمي عنها لأن معها طفل تخاف عليه والمكان بعيد ولا تستطيع المشي مع الزحمات، لا بأس، هذا عذر يجوز لها توكل من يرمي عنها لأن المرأة ضعيفة ومعها طفل. وأما أن ترمي ولو بعد منتصف الليل، ترمي ولو بعد منتصف الليل من ليلة 11، متى ما تمكنت ترمي الجمرة ولو في آخر الليل. نعم.